حضرتك خلال حديثك تطرقت لمبادرة ومسابقة أطلقها كمان طبعا سيادة المحافظ خالد فودة، معنية أكتر برفع الوعي عند الطلاب بأهمية المشروعات والتنمية اللي بتحصل دلوقتي في مصر بشكل عام، كمان فكرة أنه رفع الوعي أو أن احنا نعرف ولادنا تاريخ مصر، ازاي مصر قدرت انها تسترد حقها مره تانية. عايز اسال حضرتك عن هذه الخطه، وعايز اعرف كمان من حضرتك ردود افعال الاطفال ايه لما بيعرفوا اكتر، ان كان حتى عن تاريخ مصر او عن المشروعات اللي بتقام حاليا. ده حضرتك اللي تم بالفعل، وكان هدف المبادره اللي سياده المحافظ اطلقها رفع الوعي لدى الطلاب مدارس جنوب سيناء بالمشروعات، وخاصة أن جنوب سيناء بتحظى بكم كبير من المشروعات القومية على أرضها، وده عملناه يعني من خلال زيارة لايف للأولاد وشافوها بنفسهم. ولكن الهدف الأسمى للمبادرة لسيادة المحافظ أن طبعا حضرتك عارف الثورة التواصل الاجتماعي والفيسبوك والدعوات اللي ظهرت مؤخرا بتقلل من قيمة هذه المشروعات، فهو عاوز ندي جرعه من الوعي لاولادنا ان هم يفتخروا بهذا الوطن وهذه الجمهوريه الجديده، ويكونوا اهل لها في المستقبل، يحافظوا عليها ويزودوا ان شاء الله في المستقبل لما يكون كل منهم في مجاله وفي في في تخصصه يقدر يدي لهذا الوطن زي ما هو جهز له جمهوريه جديده. وفي نفس الوقت المردود اللي حضرتك بتسالي عنه بالنسبه لاولادنا الطلاب كان هايل جدا، وتفاعل كم الأنشطة اللي نفذوها على مدار المسابقة كان بيعبر فعلا على ان هؤلاء الطلاب على مستوياتهم التعليمية المختلفة، بداية من كي جي 1. اللي تتخيل ان كي جي 1 كان مشاركة بأعمال في هذه المسابقة لحد ثالثة ثانوي، يعني عندي مرحلة ابتدائية وإعدادية وثانوية كله شارك في هذه الفعاليات. ايه بقى الأنشطة؟ الأنشطة دي كلها عبارة عن كل الأنشطة اللي اشتركت فيها، سواء الشعر أو التربية الفنية أو الموسيقى، كل دي تحولت لأعمال فنية تعبر عن المشروعات القومية، سواء بمكتات محاكاة للمشروعات اللي تمت زي مثلا جامعة الملك سلمان هنا عندنا، زي الطرق والكباري اللي تمت في مصر كلها، زي محطات تحلية المية في الثمان مدن عندنا في جنوب سيناء، كل دي كان عبارة عن مكتات. لما الولاد لما تفاعلوا وشافوا المواقع الفعليه لهذه المحطات بتنتج المياه من مياه البحر، المياه المحلاه، عملوها مكتات بكل تفاصيل الانتاج، والشعر ترجم انجازات دوله في ربوع مصر كلها. مش يعني الجميل ان هو بيتكلم عن المشروعات المصريه مش في جنوب سيناء بس، لا ده في كل جزء من هذا الوطن طبعاً. كان في انجاز، كان في اولادنا عارفين سواء في الطاقة البديلة والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، كل ده كان بيتكلموا عنه ويظهر في أعمالهم، ومازال الزخم هذا موجود في أولادنا ومدرسنا. لأن طبعا أنت عارف أن وزارة التربية والتعليم بتوعنا جامد بالأنشطة، ومعالي الوزير خصص هذا العام يوم للنشاط، يوم رياضي، وده طبقناه بالفعل، وده عمل حراك جيد وجذب الأولاد للمدرسة. ويمكن احنا الحمد لله عندنا نسبة حضور جيدة جدا، يعني بتصل 90% في كل مدارسنا. ويعني خطة الدولة المصرية طموحة جدا في التعليم، لأن دي أحد تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التربية والتعليم حينما أعلن في جامعة القاهرة في المؤتمر الشباب إن احنا هنعيد بناء شخصية المواطن المصري، وكان الطفل المصري من حقه في التعليم ان هو نبني شخصيته زي ما قلت لحضرتك من خلال المنهج. طبعا يمكن ده الهدف الحقيقي، الهدف الاسمى اللي بيتم على اساسه هذه المشروعات.